هلا بدنا ناخذ كومبينيشنز وين ريبيتيشن. هلا شو يعني معناها؟ هاتوا عشان نراجعها نشوف شو بدنا نتعلم بهذا في هذه المحاضرة. احنا بنعرف انه هذا كل التشابتر بدنا نعلم how to count the number of ways of choosing k elements from m. مش عادة احنا هيك نتعلم؟ طيب خذوا مرة انتبهوا اذا لاحظتوا انه مرة كنا الترتيبهم له معنى صح؟ مرة ترتيبهم ملوش معنى، الأسئلة هيك بتيجي. مرة التكرار مسموح، مرة التكرار ممنوع، صح؟ هاتوا نشوف شو القوانين اللي بنستعملها ذا كل هاي الحالة. طيب إذا التكرار مهم، ترتيب مهم والتكرار مسموح، زي مثلا إذا بتتذكروا باسورد من أربع أحرف، أحرف يعني أربع ديجيتس، كديش كان عددها؟ 26 في 26 في 26 في 26 يعني 26 قوة 4، يعني القانون شو هو؟ N قوة K صح؟ طيب إذا كان عندي الريبيتيشن نوت ألاو، الأوردر مهم بس الريبيتيشن مش ألاو، شو نعم، إذا الريبيتيشن مش ألاو نعم الترتيب مهم، كنا نحلها على البريميتيشن. مالكم شيء هي البريميتيشن؟ شو هو البريميتيشن؟ هي بنحل فيها المشاكل اللي المهم الترتيب بها مهم والتكرار ممنوع صح؟ صحيح ولا لا؟ طيب لما التكرار مش مسموح والاوردر مش مهم كيف كنا شو زي ايش مثلا؟ التكرار انتبه الاوردر مش مسموح مش مهم والتكرار مش مسموح يعني سيتس يعني كومبينيشنز سيتس صح؟ يعني مجموعات مش سترينجز صح؟ لانه المجموعات الاوردر فيها ماله مش مهم والتكرار فيها مش مهم لما كنا نشكل لجان من الناس. طيب نيجي ل كيف قادرين لما في عندي الاوردر مش مهم بس الريبيتيشن ها خذناها؟ هذا اللي بدنا ندرسه في هذا المحاضرة. انه بدنا نشوف الحالات اللي الاوردر فيها مش مهم والتكرار مش مهم. خذوا مثال. خذوا مثال عشان تلزق. ها؟ فايز بده يشتري عنده حفلة وبده يشتري 20 مشروب من انواع كولا، 7 اب ولا فانتا. بده يعمل كوليكشن، بجوز يشتري ال 20 كولا، بجوز يشتري او 7 اب او فانتا، بجوز يشتري 10 من هون وخمسة من هون وخمسة من هون، بجوز يشتري ها؟ هي نفس المشكلة إذا في كوميتي عندنا 10 أشخاص وبدنا كوميتي من 3 عندنا 10 أشخاص فازوا بالانتخابات بدنا نشكل لجنة هلا من 3 أشخاص بس هي 3 مناصب لأنه قد يكون الشخص يتوكل أكثر المنصب يعني يصير اللجنة هذا هو الرئيس ورئيس السلطة ورئيس المنظمة ورئيس الفتح وكلهم جمعهم كلهم طيب هاي كيف احلها لا عشان تتذكروا ذكرتوا اذا انا عندي مشاكل شيء هي اللي هلا بنتعلمها انه كيف احل مشكله الريبيتيشن الاو والترتيب مش مهم او هذا الابسوس هذا المثال معاه
اعبر يعني انا لما بدي اشتغل كيف اساوي؟ يعني كيف اساوي؟ لا افسر المشكله اكثر. وكانه عندي سيت اوف اليمنتس، هاي اليمنتس ها؟ اكس واحد اكس اثنين واكس لا اكس ان. انا لما اجي اختار طبعا هاي مش هاي رسمتها بالطريقه هاي مش اشارة المجموعة. فشو قلت؟ قلت اوكي اكس اي واحد اكس اي اثنين، بعدين ايش؟ يعني ممكن كلهم احطهم اكس من اكس واحد، ممكن اخذ اكمل 2 اكس من هون و3 اكس من هون، بعمل كل شيء زي ما بدي. ممكن واحد من كل واحد بعرفش. ها؟ فكيف بدي اسوي؟ عشان نعرف المشكلة بطريقة أكثر. ان ار كومبانيشنز اوف ريبيتيشنز الاو اور هاي الست هلا نسميها ايش؟ طلع هاي انها مش ست عادية، طلع الست اللي فيها 7 اب و7 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 اب. هاي مش الست اللي بتعرفوها، صارت ست. التكرار فيها مهم مش مهم. فبالتالي هاي نسميها مالتي سيت. اوف سايز ار chosen from a set of of x of n elements is an ordered selection of elements taken from x with repetition allowed. هو نفس الحكي اللي فسرته خلص. هات نشوف example. لو عندنا واحد ست فيها واحد اثنين ثلاث اربعة، وبدي اختار هلا بدي اختار مجموعات من ثلاث اشخاص، مش هون ثلاث، هي المجموعة اربع اشخاص، بدي اختار لجان او اشخاص او مالتي سيتس من ثلاث. كم مالتي سيت بقدر اعمل؟ اللي هم هات نسوي واحد 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 صح؟ واحد واحد واثنين واحد واحد وثلاث واحد واحد وأربعة بعدين واحد اثنين اثنين واحد كيف؟ واحد اثنين واحد واحد اثنين واحد بكملهم كلهم صح؟ فهم هي بس مش صح لانه الترتيب مش مهم. الترتيب مش مهم، اعطيني واحد واحد اثنين اثنين، يلا وين وين تلقاها؟ اثنين واحد تلقاها؟ مش لانه الترتيب مش مهم. الترتيب مش مهم. اه صح الترتيب واحد اثنين واحد مش مهم. الترتيب مش مهم، واحد اثنين واحد تلقاهاش. يعني قصدي اثنين واحد واحد، اثنين واحد اثنين. نفس تلقاهاش. يعني الترتيب مش مهم، وكرر تقدر تاخذهم كلهم من نفس الشخص، تدخل بنفس المجموعه. تبغى مجموعه؟ طيب كم واحد مثلا؟ 20 طلعوا 20. يعني بما شفتوا المشكله شو هي؟ احنا لسه بنعرف المشكله، وانتبهوا تكونوا انتوا تخترعوا القانون هلا. نعرف المشكلة كاتي، المشكلة كمان مرة إنه أنا عندي مجموعة، عندي عدد معين من الإليمنتس وبدي أختار مجموعات مالتي سيتس، بس ممكن يجي عنصر واحد أو أكثر، بس ممكن نفس العنصر يحتل كل البوزيشنز اللي بدي إياها. كيف أختارها؟ هون لما سويناها مانيوال طلعت 20. فالسؤال بيجي شو هو؟ How to calculate this automatically؟ كيف؟ في حدا عنده اقتراح؟ ها؟ في حدا عنده اقتراح شباب؟ ها؟ طيب المشكلة مش سهلة، المشكلة مش سهلة، بس أروع شيء في هذا التشابتر اللي كنت تاخذوه هلا.
الساتر بفتح عليه وبتعلم منه. بتعلم منه من ايش؟ كيف طريقة التفكير. طلعوا كيف الكتاب اعطانا طريقة التفكير. قال اوكي هات اشوف الارقام اللي بتختارها هي مجموعات. Consider the number 1 2 3 4 as categories. As categories. انتبهوا مش حاعطيكم الحل مباشرة هسا، دوروش على القانون مباشرة، مش حاعطيكم اياه مباشرة. انتوا تفكروا معي. And imagine choosing a total of 3 numbers from the categories with multiple selections from any category other. يعني مثال مش انا عندي 1 وعندي 2 وعندي 3 وعندي 4 صح؟ طيب شو بنقول؟ تخيل انهم هيك. وخذ الكلام بدك تختار قديش؟ عندك 4 صح؟ بدك تختار 3 بتقدر تقول الثلاث هذول انا بدي اياها هاي بدي يعني 2 واربعه واربعه يعني 2 المجموعه تبع الشكله فيها 2 واربعه واربعه او 1 وثلاث واربعه يعني 1 وثلاث واربعه او 1 1 1 وهاي المجموعة بيطلع فيها 1 1 1 بهاي الحالة استمر 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 شو بيطلع عندها؟ إذا تستمر كل الاحتمالات اللي بدك إياها صح؟ مزبوط؟ هذا الكلام شو معناته؟ يعني كمان مرة بس يعني لما أشوف هاي شو قديش شو هي؟ مرتين طلع طلع عنا هاي اللي بالازرق شي هي بار عمود صح اللي ها المجموعة الأولى اللي هون من الثاني اللي هون من الثالث اللي هون من الرابع يعني هاي شو بتساوي 1 1 3 صح وضحت نعم ما دامها هيك لما انا بكمل هذا الجدول شوي بس لما بكمل هذا الجدول بختار هن كلهن عمليا انا شو قاعد بسوي فيه؟ قاعد اخذت 3 اكسات صح؟ 3 اكسات عندي وكم عمود؟ خير هاي الشفرة هاي الشفرة يعني بدلين هذا بدلين هاي لو بدك تبدلها شو تساوي؟ لو بدك تبدلها بتقول يعني كيم هاي او اقول لك خلي البار ثابت الثلاث هذول يا بتوزعهم يا مرة 2 هون وصفر هون واحد هون وصفر هون او 2 هون وواحد او صفر هون وواحد هون مظبوط؟ فانت حولنا المشكله من مشكله عدد لمشكله وكانه عندي انا عندي عدد معين من الاكسات وعدد من البارات يعني 2 كاركترز وبس بدي اعمل منهم كومبانيشنز يعني بدي اعمل كومبانيشنز فهمتوا علي؟ بدي اعيدها بس عندي سؤال في الموضوع؟ لا كم مرة؟ لحظة بس فكرت فيها بس اكمل طيب إذا أنا شو سويت شباب؟ خلينا بالمثال تبعنا بدناش نسمي نعمم أنا بدي أختار عندي 4 1 2 3 4 أربع أرقام وبدي أختار منهم كومبانيشنز وذ ريبيتيشنز ألاو من 3 يا 1 1 1 زي ما قلنا يعني زي هذول اللي شفناهم قبل شوي صح؟ بختار هذول عشان انا كان حولت المشكله عشان اعرف اعد كم واحد بيطلع عندي حولت المشكله حولتها لايش؟
يعني حطيت المشكله بقالب اخر. ها؟ حطيت المشكله بقالب اخر، شو القالب ها؟ انه حولت اني اختار ثلاث اكسات. من كم بوزيشن هون؟ ستة بوزيشن صح؟ ليش؟ ليش ستة؟ ماركو ليش ست بوزيشنز عندي؟ ها؟ ليه؟ حسبت الفواصل اللي ايوه بين الكتين والبيزنس ست بوزيشن كذا ليه كيف صارت؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة بس انت كيم الاكسات بدل الاكسات هذا يعني باختصار شديد جدا طلعتي وكأنه عندي ستة بوزيشنز كان وين بدكم الاكسار؟ ها؟ في الأخير معناته خلص البكية حط المباراة صح؟ طيب وين بدكم الاكسار؟ بدك الاكس هاي تيجي هون معناته شو اللي خليته أنت؟ كل المواقع اللي بتخليها بحط لها بحط فيها المباراة منيح؟ يعني أنا بدي بدي وكأنه عندي ثلاث أشخاص وعندي ست مناصب صح؟ وطاعتي كل واحد أختار له منصبه مالكو؟ يعني ستة هلا يعني حولت المشكلة إذا طلع شو كل انتبهوا عشان تعمل جنريت هذول حولتك المشكلة بدنا نتعدهم حولتك إياها لهاي كيف؟ الإكس والبر هاي شي هاي؟ هاي شي هي؟ واحد واحد أربعة هيك انا اشوف المشكله طلعت حولت المشكله هاي قديش هي واحد واحد ثلاث شو يعني طلعي ها كمان مره هذا ارسم لك اياها بطريقه ثانيه هون عندنا منصب صح وعندنا هون منصب وعندنا هون منصب وعندنا هون منصب صح هلا هذول وكانه هون الاربع بارات لعن هون صح؟ ها؟ شايف معاه؟ هاي هلا عبد انت تحط ثلاث اكسات يا بتحطين ثلاث هون يا ثلاث هون يا ثلاث هون يا ثلاث هون يا اثنين هون واحد هون يا اثنين هون واحد هون يا كل الكومبينيشنز يعني وكانها المشكله وكأنها المشكلة مالها صارت عندنا هيك صار عندنا انه انا عندي اكسات ثلاث اكسات وفي ثلاث برات او اذا بدك تشوف المشكلة في عندي ست بوزيشنز تختار الاكس تبع الاكس مواقع لثلاث اكس منهم زي ما بدك والباقي تحطيهم برا يعني حطيت اكس هون وهون وهون شو بتصير؟ شو بتصير؟ معناته كملوا هذولا هان وهان وهان يعني يعني هان نزل واحد اخترنا منه؟ اثنين اخترنا منها؟ ثلاث اخترنا منها؟ ثلاث والأربعة أربعة فصارت هان وكأنها ثلاث أربعة أربعة واضح؟ فحولت المشكلة هون أنا لإيش؟ لكومبانيشنز عادي حولت المشكلة لمشكلة كومبانيشنز عادي يعني لما يكون الريبيتيشن ألا طب إحنا كيف تتخذ يعني كيف لا؟ كيف بدنا نعرف إنه أول رقم اخترناه الواحد؟ يعني ممكن إنه الإكس الأولى هي الواحد نفسه لا 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 الاكس هاي هذا بوزيشن يعني معناها اخترت الواحد مره واخترته كمان مره ممكن
ما تحطش الاكس هون تمحاها وتيجي تحطها هون، هون فيش. بصير شو بدك عن الجواب؟ واحد واحد واحد. يعني البار مالوش معنى هو صح؟ البار مالوش معنى. البار فاصل. يعني معناها انه فاصل. يعني حط الاكسات وين ما بدك والبار بتكمل بتفقد بس بتعبي. فلو عندي انا تخيلوا انتم عندكم انسوا كل المشكله صارت انه انا عندي هدول. يعني لو جيت قلت لك طلعوا لو جيت قلت لك المشكله بطريقه واحده انساب من هاي الاشياء كلها، حطيت لك المشكله بقالب اخر تماما. قلت لك عندك انت هدول بدك تسوي لي الكود، بدك تبدل لي اياهم الاكسات. بدل لي اياهم كيف؟ بدل لي اياهم الاكسات. بدك تبدل لي اياهم بست ما بست ما 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 بكيش علاقه كيف اجت. شو بدي شو قاعد تقول لي؟ بتقول لي اه يعني معناها وكانه عندي ست مناصب، عندي ثلاث اشخاص ست مناصب وعندي ثلاث اشخاص وبقول للناس يعني بدي اوكل انهم هي بدي اوكل هو واحد او اثنين او ثلاث منهم هاي المناصب. فكيف التبديلات بدها تصير؟ التوفيق بدها تصير. اللي هي ستة تشوز الثلاث صح؟ اللي هي ستة تشوز الثلاث. يعني لو عندي انا ست يا سيدي ست اشخاص بدي اختار لجنه من ثلاث، مش هي نفس المشكلة هاي؟ معي؟ مش هي نفس المشكلة؟ لو عندي ست أشخاص وأنا بدي أختار لجنة من ثلاث، يا فلان يا فلان يا فلان أو يا فلان يا فلان يا فلان، اللي هي هذول الستة صح؟ هاي ست مناصب وبس بدي أختار ست أشخاص سوري وبدي أختار ثلاث مناصب، هي نفس المشكلة. ستة تشوز ثلاث. فأنا حولت المشكلة الهان حولت المشكلة هاي لا ايش لمشكلة بطريقة اخرى بهذا. صارت المشكلة انه كل كاتيجوري على فكرة هم اربع كاتيجوريز كذا بار بطلعوا ثلاث، لو انهم عشرين كاتيجوري كم بار بطلعوا؟ لو انهم 100 كاتيجوري كم بار بطلعوا؟ 99. فوكأنه تكسر المشكلة. فأنا هلا بدي أقول إنه بالآخر بيطلع 6 تجوز 3. ما حل. في طبعا عندي أمثلة ثانية نشوفها هلا، تفضل. البار مش عارف كيف بجيب، يعني قديش عدده؟ قديش عدده؟ لو خلينا هسه نشوف مثال ثاني. خلينا نشوف مثال ثاني. ولا يعني حتى في عندي انا كنت اشرح بس هاي كمان شرح طريقه اخرى. طلعوا علي. كلنا بس اكمل الفكره هاي عشان تكتمل الصوره وانا بسمح بس اللي بعد كم ما اعطي مثال. لو عندنا كاتيجوريز يعني كسرنا المشكله كنا قديش عدد عندنا؟ يعني مثلا عندنا واحد اثنين ثلاث اربعه او عندنا كولا وسفن اب وفانتا مثلا، هذول كاتيجوريز. فشفتهم كايش؟ شفتهم ككاتيجوريز. يعني مشكله الكولا كان بده يشتري قديش؟ بدك تشتري 15 حبه؟ 20. يا بحط ال 20 من هون كلهم او باخذ 10 من هون وخمسه هون وخمسه هون او فبتصفي المشكله كيف؟ ها؟ مثلا واكمل هيك بس يعني حولت المشكله لوجه اخر. حولت المشكله حطيت لها وجه اخر فصار بختارهم بالطريقه هاي. هلا ايه لما نشوف لما نختارهم هيك انسوا انكم بكيتوا سوري انسوا انكم انتم كنتوا تختاروا تحلوا فيه كيف تحلوا فيها. صارت المشكله اكس وبار اكس وبار. صار المشكلة عندي كم كم بار عندي فيرتيكال بار كم فيرتيكال بار كم فيرتيكال بار عندي
ان ناقص واحد. ان شي هي عدد الكاتيجوريز، يعني هلا عندي فانتا وكولا وسيفن اب ثلاث، كنت غمبار عندي اثنين. هاي 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 عندي كولا وسيفن اب وفانتا، هاي بار وهاي بار صح. فلو بدي اختار نختار اشي صغير مثلا، بدي اختار خمسه، يلا يا بتختار الخمسه من هون او بتقول لا واحده ثانيه هون او سفن اب، او لا خلاص طب باخذ ثلاثه ثلاثه واحد. مزبوط، حولت المشكله لهيك. فكل هلا انسوا المشكله اللي بقيت تحلوا فيها، كيف صارت المشكله؟ شيء هي اكس اوفر، صار عدد البارات عندي ان ناقص واحد، وعدد الاكسات اللي هو ار، عدد الاكسات اللي هو ار صح؟ هلا وصرت انا من هون عاد هلا بدي بلش اشتغل. فصار عندي انا وكانه عندي هاي المجموعه اللي فيها اكسات وبراءات، وبدي اختار المجموعه ار الكومبينيشنز اللي بدي اياها. واضح؟ وكانه شو صار عندي؟ الجيفن ار زائد ام ناقص واحد سلكت ار. شو الجواب؟ ستة حسب بجناك عدينهم عشرين طلعوا؟ ستة عندك ستة تشوز ثلاثة كيف طلع الجواب؟ عشرين. هلا في عندنا أمثلة كثير عليها. سؤال. لا أنا فكرت فيها بطريقة ثانية. هي كانت ثلاث مجموعات صح؟ اه. المجموعة الأولى إنه يكون لهم ثلاث مميز، يا إما ثلاث زي بعض يا إما اثنين وواحد مختلف. صار في حال كانوا ثلاثة مميزين ليها أربع تشوز ثلاثة. احنا جاي كومبينيشن انه مميزين فيش كثير. في حالة كانت ثلاثة كلهم زي بعض، حط عدد الإلمنتس أربعة في كنت بتخليهم حالة 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 وتظهروا مثل بعض؟ لا مش بس بصير عدد ثاني هاي، أو بصير عدد ثاني هاي. لا ما عندي شيء، بس بصير عدد ثاني هاي، المشكلة بتكبر بتبطل بتبطل ما يجرب ببعض. حلو. جرب هلا بجرب الأمثلة كمان إذا بزبط معك طعم مرني. بجرب الأمثلة لما تكبر الأعداد. هاي على 20 زبطت لك. لأنها صغيرة. في حدا عنده سؤال ثاني؟ طيب ناخذ النظرية شو بتقول قلنا؟ إن the number of R combinations with repetitions allowed، انتبهوا. With repetitions allowed يعني multi sets of size R can be selected from a set of n elements S. هذا يكمل. اللي قلنا عدد الكروسز عدد الإكسات زائد عدد عدد الكاتيجوريز ناقص واحد اللي هو هار عدد البارات، من هين بتختار R. طيب هاي مثال، هذا برضو على البريكس، يا حفايز بده عنده بارتي وانت تو باي 15 كانز اوف دريكس، ها 15 هي شوبس ات ذا ستور ذات سيست 5 ديفرنت تايبس اوف سوفت دريكس. سوفت دريكس ها شو كيف حلها؟ أول شيء كيف المشكلة؟ كيف أشوف المشكلة يا شباب؟ كم بار؟ أربعة. وكم إكس بدي؟ 15. 15. يعني عندي أربع بارات وعندي 15 إكس بدي أقسمهم، يا أحطهم كلهم هون يا بس مجموع اللي في السطر هذا بيلقى 15 بار، يعني 15 إكس. وهلما جرى يعني هلا انا كذا بدي وكان هلا كذا بدي اختار من هنا 15 لا صار عندي 19 بدي اختار من 15 صح. هاي من هاي هاي واحده من. ها زي مثال عندي 19 صار بدي اختار 15. طيب المثال الثاني شو هو؟ اذا فايز قالوا له اصحابه بس لازم يجي منا روت بير، يعني اللي هي البيره اللي ما فيش فيها كحول روت بير لازم يجيب منها، بس قديش لازم تجيب؟ جيب ست كمان مره. شو السؤال؟ الكل ركز معي. عندي فايز بده يشتري 15 مشروب
قديش نوع عنده؟ خمس. بس اصحابه كانوا لو بتجيب منهم سته ايش؟ على الاقل سته. بجوز يجيب من كلهم دراف بير. ولا؟ بجوز كلهم بكير؟ بير بس. منهم على الاقل سته. بيره يعني بيره اسلاميه. معناها انت شو صار عنده؟ يا ستة يعني طلعوا كيف بفكر فيها؟ هاي عندي كم بار؟ أربعة. نفترض البيرة هون. هلا دائما شو في هون؟ ستة. هلا بعدين بكون كمل هيك. بعدين كمل. انها ستة وبعدين اختار. بجوز يكملهم كلهم من هون. بضلين. بجوز يختارهم كلهم من هون. شو مهم؟ فشو صار عنده؟ هذا خلص خبتل تسعة. فشو صار هن؟ ظل عنده تسعة. ظل عنده تسعة مشروبات بده يشتريهم. تسعة زائد أربعة. تسعة زائد أربعة. وكذا بده يختار؟ تسعة. تسعة. ها؟ تسعة. تسعة زائد أربعة بده يختار تسعة. يعني 13 جوز. تسعة. سهلة ها؟ بعد ما عرفناها سهلة. شو الأربعة هاي؟ عدد الأربع عدد الباص. طيب بطلنا نشرب هلا بدنا نعد برمجي بدنا نبرمج هلا تخيلوا ركزوا معي لو عندي طلعوا عندي بدي اختار ثلاث أرقام I و J و K شرط إنه يمكن الواحد لأن يعني مثال يعني اي شو بدها تكون؟ واحد 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 اي هاي جي هاي كي طلع منها منها كي دائما اكبر او تساوي جي وجي دائما اكبر او تساوي اي مثلا واحد اثنين ثلاثة واحد بقدرش اقول اربعة ثلاثة بقدر اقول ثلاثة ثلاثة صح؟ واحد ثلاث أربعة وهم جرب من واحد لإن إن متغير يعني قد تكون 1500 بعرف مش قديش قد تكون 100,000 كم رقم بقدر أطلع ها؟ بحطهم إكس وواي كم رقم بقدر أطلع يلا شباب كيف أحلها؟ طب رنا دكتور عطل الباب يعني من يعني النقص واحد كم بار؟ اثنين هذا نجرب بشوف اربعة اي خمسة لازم اكس اي كده هو اكس كيف؟ خمسة اي لازم تكون فيها اكس نعم شو اسابك كيف؟ كيف حلها؟ بزبطش اقول ثلاث بارات هي بقى تو بارز عدد البارات بيطلع ان ناقص واحد هو النص واحد ليه؟ لانه طلعوا نفترض انها على فرض انها كيكس نفترض انها ان اربعة ان نفترض انها اربعة مثلا وكأنه بصير عندي من الواحد واثنين والثلاث والاربعة يعني عندي ثلاث بارات فبالحالة هان بقول x x x شو يعني x x x يعني i واحد j واحد و k واحد أو بقدر أقول هيك اللي هي صار واحد واحد أربعة صح أو بقدر أقول خلي هاي وحط هاي هون صح إذا كتير عدد كتير عدد البارات إن ناقص واحد حسب ان حسب ان هاي مثال اذا ان خمسة هاي مثال اذا ان خمسة طلعوا حطينا هون وهون وهون تختار ثلاث اكسات يعني منوع تجد تعطينا الجواب ان ناقص واحد زائد ان
ان ناقص واحد زائد ثلاث جوز من ثلاث جوز من ثلاث هنو بحل لنا اياها هنا شو بتساوي؟ ان ناقص واحد ان زائد اثنين زائد اثنين جوز ثلاث شو بتساوي؟ ان زائد اثنين مضروب ان زائد اثنين مضروب على ان زائد واحد ثلاث مضروب ان زائد اثنين ناقص ثلاث مضروب وهاي شو بتساوي؟ ان ناقص واحد ان ناقص واحد ليه انزل قدام فوق بنحللها بدك تحللها هذا تحللها هاي في ان زائد واحد في ان ناقص واحد مضروب وهاي تشطب مع هاي مضروب هاي قديش؟ ستة منين حل شطبناهن بس؟ شو بيطلع الجواب؟ ان زائد اثنين في ان زائد واحد في ان على ستة مضبوط الحال كيف؟ ليش اخترنا ثلاث؟ ليش اخترنا ثلاث؟ لأني أنا بدي ثلاث أرقام لو اسمعني لو اي جي كي وهي حطيت هون ال ام ان سوري بكف شو بصير؟ خمس وبدك تحس بها بنفس الطريقة اللي بتطلع بالبار كيف جبت روز؟ البار كيف جبت؟ انت ما هو انت ما كنتش في بداية المحاضرة البار انا قلت لك بتقسم ايوه بس هو هاي الواحد اثنين ثلاث اربعه خمسه عدد واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه هلا انت هون بدك تبدل اذا ان خمسه اشطبها حط هاي خمسه شلون إذا إن خمسة بدك تبدلها فبصير كاتيجوريز 1 2 3 4 5 وبدك تختار اي وجي وكي مرة بتختار جزء كل من هون أو كل من هون أو بدك تبدل في السؤال خمسة لا لا فيش أنا كنت أنا فيش سؤال خمسة أنا قلت لو حسبت لكم إياها على أربعة حسبت إنها إن أربعة وحسبت إنها إن خمسة خليني بس أخلص هالمثال الثالث لا شوي طيب على السريع هاي ان كي هلا بدكم تعرفوا ليش كي بتساوي من واحد ل ان وجي من واحد ل كي واي من واحد ل جي واكس بتساوي اكس زائد واحد يعني عدهم عد كم مره بتتلفظ هاي الجمله شو الجواب؟ ان في كي في جي شو الجواب؟ ان لك اي غلط هذا اجى في الامتحان بس بطريقة ثانية اجت مسهل عارفين شو الحق عارفين شو بطبع لا طب لو كنت اطبع لي اياها شو بطبع لك؟ واحد 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 اثنين سوري واحد اثنين هن هو نفس السؤال هذا هو نفسه هذول بدي اعصب مالكم؟ ما هو لما تبكوا مستعجلين ما تنفكروا. انتوا على هاي هو ناس هي المشكلة هاي يا شباب هي نفس المشكلة هاي هي نفسها صح؟ فعليهم بيطلع نفس الشيء. طيب السؤال اللي بده يطلع بس بدي احل السؤال انا لحالي كمان. في عندي اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاث اكس اربعة بتساوي 10 كم سوليوشن بقدر اعطي؟ يعني قد يكون 5 زائد 0 زائد 0 زائد 0 او سوري 5 وهون 5 او 4 و1 و1 و4 وهالمجرة فالتبديلات هاي بنحطها في بوكس اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاث اكس اربعة وبعدين عندنا عشر اكسات فصار المشكلة
شو هو؟ ثلاثة عشر. شو صح؟ طيب لو كلنا أخذ لو كلنا لا أخذ واحد لو كلنا إنه بس بشرط نختار دائما على الأقل واحد من هذول يعني أرجع يعني دائما يبقى من إكس واحد أو إكس اثنين أو إكس ثلاثة أو إكس أربعة دائما قيمتها على الأقل واحد يعني دائما لازم يعني ممنوع تبقى ستة على الأقل واحد وكأنه وكأنه باخذ إكس ثلاثة دائما من هون صح؟ وبختار البكية شو صفر؟ ستة زائد ثلاث تسعة جوز ستة مزبوط؟ هاي السمري تاعي خلصنا هذا بس عشان يعني السمري اللي درسناه اليوم شو هو؟ هاي صح؟ يعطيكم العافية.